ما عوامل تفوق قوات الوفاق الوطني الليبية في معارك عاصفة السلام على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟ هل انقلبت معادلة الصراع في ليبيا بعد الهجوم الأخير؟ ما النتائج السياسية التي سيحصدها الليبيون من جراء هذه التطورات الميدانية؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ليبيا، هل تنقلب معادلة الصراع؟